الله معكن. خلونا اليوم أنا وإنتو نرجع شوي للضيعة أو للقرية أو المدينة، صارت مدينة بيت لحم، الاسم اللي تردد كتير واللي صرنا صغار وكبار. وين ولد يسوع؟ ببيت لحم. شو يعني بيت لحم؟ بيت الخبز. يسوع ولد بضيعة الخبز ليشبع جوعنا. فإذن إذا سألنا الصغار والكبار وين ولد المسيح؟ ولد يسوع ببيت لحم. من وين هيدي القضية بلشت؟ أولاً بحب أنكم تعرفوا أنه نبي عظيم بالعهد القديم بالقرن الثامن قبل الميلاد، نبي اسمه ميخا، بيحكي عن مدينة بيت لحم. بنقرأ شو بيقول: أما أنت يا بيت لحم أفراتا، وأنت صغيرة أن تكوني بين ألوف يهوذا، فمنك يخرج الذي يكون متسلطاً على إسرائيل، ومخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل. هيدي النبوءة لميخا الفصل 5 الآية 2. فإذن بيت لحم هي نفس المدينة، نفس المدينة اللي ولد فيها الملك والنبي والراعي داود، وهذا الشيء بنعرفهم من سفر صموئيل الأول الفصل 16. وفعلا تمت النبوءة وولد الرب يسوع ببيت لحم، متى الفصل 2. يعني يسوع ولد بين الناس بوسط شعبوي خليني سميه، وكلمة الله هونيك ظهرت، والنبوءات اللي كان صار لها زمن طويل النبوءات عم تحكي وتبشر وتعلن قدوم الملك أو طفل المغارة أو يسوع، صار مفترض أنه نشوفها على أرض الواقع. الرب يسوع إخوتي اختار بتجسد وولادته بيت لحم اللي كانت بأيامه أصغر مدن فلسطين. كذلك عند ولادته وضعتهم أمه القديسة مريم العذراء، أمي وأمكن، في مزود. هالمزود أي أنه الرب ولد بمغارة أو بإسطبل، مثل ما نكون شايفين وراي، اسطبل للحيوانات، مش بقصر، مع أنه هو ملك الملوك سيد السادة. فإذا هو عربون، ولادته ببيت لحم بمزود عربون للتواضع وللبساطة. هذا شيء كتير مهم إخوتي نعرفه. وشو صار؟ مين زاروا بهالمزود؟ بنعرفه بالحلقة التانية. الله معكم.